الآن رانا في حملة تحسيسية مشارك فيها المصالح الأمنية، التجارة، المجتمع المدني، جمعية الدفاع المستهلك، إلى كل جمعيات هم مشكورين ساهموا في هذه الحملة. قال هاو الوقت اللي تخرجوا فيه القمامة يمروا الشاحنات يدوها حتى الوقت الآخر اللي رانا على كل حال حددنا وقت، ويمروا الشاحنات ويهزوا القمامة وتبقى المدينة تاعنا نظيفة.